ومن الفوائد أن من السنة على الصحيح من قول العلماء ولا يكون منسوخا، السنة في حق من شرب أو أكل شيئا مسته النار، السنة في حقه ولو كان على وضوء أن يتوضأ، ليس واجبا، ليس هذا بواجب لكن من السنة. تصور لو أن الإنسان كان على وضوء فشرب كوبا من الشاي أو شرب قهوة، هذه مستها النار. هنا السنة في حقه وليس واجبا، السنة في حقه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: توضأوا مما مست النار.